بعض المرات ألحق الإمام في صلاة الجماعة وقد هم بالركعة وأكبر تكبيرة واحدة تكبيرة الإحرام وأنسى تكبيرة الركعة، فهل الصلاة صحيحة أو أعيد الركعة؟ نعم، الصلاة صحيحة لأن تكبيرة الركوع في هذه الحالة تعتبر سنة، إذا تركها فلا شيء عليه. أما تكبيرة الإحرام فلا بد منها لأنها ركن من أركان الصلاة. يكبر أولا تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم يخضع للركوع، إن كان بتكبير فهو أحسن، وإن كان بغير تكبير فذلك جائز في هذه الحالة. نعم.